ندعو نجري عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه، وكان من تلاميذة أبا حنيفة. أيام مركز سنة إنك سنة وهاجيري كل سنة ودقالمي كل عادوا وصقوا الله دقالمي وحان بريه رجت وحرج المبارزة ولا سفاني كل قلوا البنك جلسي حوق وين بالورن كل يوم عيا نبا قال صباح وريا مسلمين تيا يدعيا يا أي صباحيا من مصنع أنا بصباحيا مركز سيفتي لما قول اسوي دار سدين نين كي مسلم كان مضحي سلو كالا بيه ميت كي سيبالا تشيتي نين قال كايو متكبرا أي وحي لواريا يصو بحيا مر لباط مسلم كلا صو بحيا وكينا مضحي سلو كالا بيه ميت كي سنوالا تشيتي ومسلم مؤمن مركو تضبو مرأيو نين كي قال كها أي هل كاو حكا صو بحيا نين فرس نها كاكو حكا صوب عن الفرس فوشن وملثم ومدحيس سوقري نينكي با نينكي وصود دقي لو قرب السيفتي اسمو يرسدين نينكي قال كاو مدحيس سوقري مسلمين تبتل الله أكبر نينكي با وحد دعمعي وحد دعمعي إنو بلونته وانينجيسيا نينكي تبي والله قبطي وحكوات كيستي إنا لثام كيسة وتجيس إن الله أراك نن أن قرني لكن أي صاحبهم بأنتو قبطيبو كقاضى فإذا هو بعبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك وحكحهم هذا نن كاسي إن وجهي سلا أركي وحسن الداسي أنا إن قل حسن الأسقي له بحيس وينك ودو ما أنتم مركزين إلى حد ما أقاتل أسقي إلهي أي إن قل الله